خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر هذه المرة مع المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير عليك باشمهندس أحمد. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على السادة المشاهدين يا فندم. صباح النور على حضرتك. وإحنا عايزين نبدأ معاك على طول في مزايا كثيرة جدا، وحضرتك خبير تكنولوجيا معلومات بالتأكيد بتقضي جزء كبير من يومك على الإنترنت، ولكن فرق كبير قوي بين أن أنا أكون عارف إيه مصادر الخطورة وإزاي أتجنبها وإزاي أحمي نفسي منها، وبين أن أنا أكون مش مدرك لهذه المخاطر وبالتالي محتاج إشراف أو محتاج مساعدة أو حد يوجهني إزاي أتصرف صح وإزاي يعني أتعامل بأمان. لو تقولنا إيه أهم النصايح كأهل إزاي نحافظ بيها على أولادنا من مخاطر الإنترنت؟ طيب انا بحيي حضراتكم طبعا على الموضوع ده، لان اهم موضوع لحد دلوقتي احنا بنتكلم فيه، بسبب ان جيل الاطفال اللي موجود جيل مهم جدا ان احنا نوجهه على الطريق الصحيح. سريعا كده، احنا لازم نعرف ان اكتر واقوى محتوى متشاف على الانترنت هو محتوى الاطفال، المحتوى التعليمي، المحتوى الغير تعليمي، حتى المحتوى الترفيهي في الاطفال هو اكتر محتوى متشاف. ليه انا بقول كده؟ فاهم حضراتكم برضو. وكمان اقوى محتوى او اقوى برامج او تطبيقات يعني تم تحميلها او تم استخدامها على الانترنت هي الالعاب الالكترونيه من ناحيه الاطفال، فبالتالي اكتر حاجه مستخدمه على الانترنت يليها اقوى حاجه تم بيتم مثلا استخدامها بطريقه عكسيه على الانترنت، اللي هو برضو الاصطياد الالكتروني من ناحيه الاطفال، من ناحيه المحتوى بتاعهم او الالعاب الالكترونيه. اصطياد الالكتروني، الاصطياد الالكتروني يعني عن طريق الالعاب الالكترونيه بالظبط، عن طريق الالعاب الالكترونيه او عن طريق مثلا اللينكات المنتشره للفيديوهات، او مثلا عن طريق مثلا الالعاب الاونلاين اللي موجوده، عن طريق كذا حاجه بتدل على مخاطر الانترنت نحو الاطفال. فهنا الاهالي لازم تفتح عينيها كويس قوي مع الاطفال من ناحيه المحتوى اللي بيتشاف ومن ناحيه الالعاب الالكترونيه. طبعا الاهالي هنا في اهالي كثيره جدا مش بس في مصر، ده خارج مصر برضو، ما بيحصلش معاهم اشراف ابوي ناحيه الاطفال مع الأهالي، بسبب أنه كل الوعي اللي موجود وكل التطبيقات الأبوية، في ناس كتيرة بتستهتر بأن هي تنزل تطبيقات إشراف أبوي على الموبايلات. أنا برشح طبعا تطبيق قوي جدا من شركة جوجل، هي اللي عاملاه شركة عالمية اسمه فاميلي سيف. الابليكيشن ده اول ما بينزل على الموبايل بيعمل فوكس تايم كمان للموبايل، ان هو يخلي وقت الموبايل بيقفل اوتوماتيك ويتفتح اوتوماتيك عشان المذاكره وغيره، وفي نفس الوقت برضه بيحصل اشراف ابوي على المحتوى اللي موجود، وغير كده كمان على الالعاب اللي بتنزل وبتبقى على الموبايل. طبعا اغلب الاهالي اللي شفتها بتمسك الاطفال موبايلات تحت سن الثمان سنوات، وده اكبر خطر موجود نقدر نشوفه، لان الطفل بيكون قاعد بينه وبين الموبايل خصوصية، شاشة صغيرة خصوصية، فدي حاجة خطر جدا. هي دي المشكلة يا باشمهندس، ان احنا بنحس يعني، او الطفل بيحسسنا لما باجي ابص مثلا على انت بتفرج على ايه، فيقول لي موبايلي ده بتاعي، فبتراقب من بعيد، فتحس انه ممكن يكون مثلا بيلعب لعبة انا شايفاها تمام كويسة، بس بعد شوية تلاقي اعلانات مرعبة بتشوفها، فمش عارف تتحكم ازاي، توقف ازاي وتفتح ازاي، تديله مساحة ولا ما تديلهوش مساحة، متبقاش عارف. بسبب كلام حضرتك ده ناس كتيرة جدا بتقع في الموضوع ده، ان هم عادي بيلعب، لكن من كلمة عادي بيلعب دي مثال صغير حصل معايا. انا مسكت تليفون حد طفل صغير، لقيته داخل على جروبات في التليجرام، صور لي والدتك شكلها ايه وهي في البيت، وصور لي اختك شكلها ايه في البيت. انا اسف ان بقول الكلام ده على الهوا، ولكن بقوله للتوعيه عشان خاطر الناس تعرف العاب الاونلاين مصادرها ايه وبتنزل طيب. ايه وبيدخلوهم في جروبات العاب ايه. الحقيقه بنشكر حضرتك يا باشمهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات على هذه المعلومات الهامه.